تطرقت الكثير من المواقع الإلكترونية إلى طرق لتضييق المهبل، ولكن معظم إن لم يكن كل تلك الطرق هي طرق وهمية بنسبة 100%، ليس لها أي تأثير، بل الكثير منها له تأثير ضار جدا جدا على مهبل المرأة، ويؤدي إلى ظهور فطريات والتهابات بمهبل المرأة، خاصة أنها تعتمد على إدخال بعض الأشياء إلى المهبل وبعض المواد أشياء غير مدروسة وغير مؤهلة لأنها تستخدم لهذا الغرض أبدا. لذلك تطرقنا لفكرة تضييق المهبل ولكن بشكل علمي ومدروس وبأسلوب صحيح. الطريقة الأساسية لتضييق المهبل لا تكون إلا بنوعين، إما من خلال العمليات الجراحية التي يقوم بها الأطباء من خلال الجراحة والخياطة، وإما من خلال التمارين الرياضية التي تجعل عضلات الحوض عند المرأة قوية وتستطيع المرأة ضم تلك العضلات عند الجماع، مما يضيق المهبل مع الإكثار من تدريب وتمرين تلك العضلات على الضغط، تصل إلى حد تجعل المرأة تستطيع بكل سهولة تضييق المهبل إلى الحد الذي ترغب فيه بمنتهى السهولة. وقد قام أحد الباحثين بعمل بحث عن التمارين الرياضية الخاصة بتقوية تلك العضلات، وسميت تلك التمارين على اسم ذلك العالم تمارين كيجل، والتي سنعرضها لحضراتكم الآن، والتي أثبتت كفاءة عالية جدا في تضييق المهبل، بل والتحكم في مدى ضيق واتساع المهبل من قبل المرأة بسهولة من خلال عضلات الحوض لديها.